FM. الكلمة ليك. مدام ميلا سمود رئيسة اللجنة المديرة للمهرجان ومديرة المهرجان ديالي برج خليبي، مرحبا بك. عايشك، مرحبا بك ونشكركم على الاستضافة. كالعادة كاب اف ام ديما متابعتنا وديما مقبل الأحداث في الولاية، وإحنا هنا اليوم باش نعلنوا على ابتداء أكتوبر ميوزيكال في قليبيا. دونك اليوم الافتتاح باش يكون 7 مساء، وغدوة يتواصل 28 و29، كل اختتام حفل اختتام. دونك مرحبا بالناس الكل جميعا. نحب نسلم على سي صادق بن تركيا، دكتور جامعي في معهد العالي للفنون الجميلة بنابل وعضو في هيئة المديرة للمهرجان. وهنا واضح أنه الفنون الجميلة حاضرة بقوة في ليالي برج قليبيا. مرحبا بك. مرحبا بكافا فام، وهذا مش جديد، وكافا فام كانت واكبت مهرجان ليالي برج قليبيا في الصيف، وإفكتيفمون وتوا ندخل شوية حتى بعد شوية في التفاصيل وحضور في التشكيلية في هذه التظاهر أكتوبر ميوزيكال. كان في الليالي برج قليبيا في الصيف مقام كبير للفنون التشكيلية، هو رهان من هيئة المديرة والمثقفين في قليبيا. مدام ميلا، خلينا نفهم أكثر، أكتوبر ميوزيكال فيه ليالي برج قليبيا ولا برج قليبيا فيه الأكتوبر ميوزيكال؟ باش نبدأ واضحين، باش نفهم شنو الإطار العام تاع التظاهر. هو في الحقيقة زوز مع بعضهم، لأنه احنا في قليبيا عندنا برج قليبيا مكان أثري حصن، كان حلم قليبيا الكل أن يكون فيه. علاش عندنا قلعة كما هكا مش مستغلة؟ هو جاء في نطاق تثمينها التراث المادي، وهو يعني برنامج وزاري. هي حلمة قليبية وأميمتون جات مع مشروع وزاري، يعني زوز هذا مضافر مع بعضهم، وكانت فرصة أن تتخلق حاجة اسمها ديناميكية جديدة. فما تثمين تحسيس شباب، إعادة توجيه شباب أن يمشي يشوف هالأماكن القديمة. فنقول لك نأكدك، فما ناس قليبية وعمرهم ما طلعوا للبرج، يعني يومين يتعداو وما يدخلوش للبرج، هكا هكا حاجة موجودة. جستمان سوفيان، أهمية برج قليبيا اليوم؟ برج قليبيا هو حقا سلوية التجربة هذه، خاطر قبل من بعد مهرجانات وصيف تموت تونس. ما عادش نحن نستناو ذاك يسميه الأكتوبر ميوزيكال يعملوا في الأكروبوليوم، لكن توا تحصل هكا ليالي العبد الله ثم حاجات. وبي الجهات توا قليبيا تكاد تكون من العواصم في تونس، لأن هي جاية على التخوم وبلاد جميلة ياسر وتختزن ياسر التراث. معناها يلزم الفن يكون يتماشى مع خصائص المنطقة. قليبيا مزيانة ياسر، والبرج هذاك معناها يغطي البحر ويغطي ليه كده يضوي في الليل، معناها كونه يرجع الدول الى معدنه. اي بيس ان ديفيرتيسمون انتيليجون معناها بور لي جون، وكل شيء حاجه مهمه بيان سور. الموسيقى والفنون التشكيليه والادب والفن الكل يكونفيرج اون فيت، الكل مع بعضه. ما ثمش معناها تقول انت ديسيبلين بعيده على الاخرى ولا كلوازوني. دونك الحق حاجات كيما هكا مهمه. لكن انا السؤال اللي نطرحه، يجب وسائل مادية، يجب الولايات تتعاون، يجب البلديات تتعاون، يعاونوا كل شيء. ما عملوش ما يستثمروش في الفن ابخي تو هي عاونوا عاملين قهوة غادي قهوة البرج شوية تواولوا كذا شوية كليم يفتحلوا مخه غدوة ما ينجموش يأثروا عليه بسهولة، باش يقولوا هيا نحرق ولا هيا نسرق ولا هيا نعملوا. ولو ينجم يعيش مأساة متاع عمل ولا متاع معدة كابيس وما نجح، لكن بالفن يكون أكثر اتزان وأكثر ارتباط زادة بالأرض. ومعروفة منطقة وطن قبلي تاريخين، تو انت تشوف الاف تي سي ا الاف تي سي سي وغيره، ومهرجان مسح الهواة ومهرجان سينما الهواة، الكل موجودين في جهة الدخلة هذه اللي عندها راكب التاريخي. معناها تجارب مهمة. تو ان شاء الله وزارة الثقافة تتحرك أكثر للتمويل، باش علاش لا تولي معناها أسبوعية النشاطات هذه، ما تدخلش موسمية. كان في أكتوبر ميوزيكال ولا في الصيف البرنامج مدعم؟ لحظة بركة حبيت ندخل. هو أولا هذا البرنامج هذا كله مدعم من وزارة الثقافة ومن هياكل الدولة، يعني كله مدعم. فما كذلك نحب نحيي الشباب القليبية اللي عاونونا بما ينجموا. فما إمكانيات بسيطة يعني نجموا كل عاونوها بإمكانيات، كلهم ناس دي بينيفول يعاونوا. فما حاجات مادية زاد كيف كيف دخلوا فرحانين بهالمشروع ما يحبوش يموت، دونك كلهم وقفوا. وزارة الثقافة وقفت وحاولت، حتى سيد وزير لما هو اللي قال على أكتوبر ميوزيكال، وإحنا فرحنا وشدينا في يقول علاش في الصيف هاو، هو اللي طرح السيد وزير معناتها حتى في الشتاء، حتى أنه من الأول عرض أنه يكون قال علاش ما نعملوهاش كل ويكاند.
معناتها نقولوا احنا ديما الويكاندات، لكن لصعوبه مكان احنا قليبيا لا ما عندناش ركح، ما عندناش يعني برج قليبيا ما فيهش لا ركح لا فيه يولي فيه ركح يولي فيه يولي فيه ولا هيك علاش سنه اضطرينا ان نقولوا يعني لو بوزوان يجيب حاجه سي سا، هذا هو الهدف منه، لانه فوالا حبينا نهيئوا اعاده تهيئه الفضاء. ما نجموش نعملوا كل ويكاند، لانه كل مره باش تمشي تكري خيمه وباش تكري ركح وباش تكري اضواء، يعني اشياء صعيبه ومكلفه جدا. سنا حيرنا ان تكون في اول العطله في اخر بيريود باهيه تجيب مع العطله فوالا سي سا، وان شاء الله عام الجاي واللي بعده نعملوها الحمد لله. احنا خذينا احتياطاتنا، عملنا خيمه حتى اللي يسمعوا فينا اللي خايف انه باش يبرد في الليل ولا مطر، انا عندنا كل شيء مجهز وكل شيء معناتها نصب المطر مش مشكله، معناتها يتواصل العرض امورهم ريقله لا لا خيمه ولا. جميله جدا وبروفيسيونيل يعني حبيت نقول تخي بيان. اليوم 7 تاع العشيه الافتتاح، اليوم عندنا 7 تاع العشيه افتتاح مع عرض اسمه روح الناي مع سي نبيل عبد المولى في الناي اي، ومعنا سي محمد علي كمون على البيانو ومعنا كذلك معهم بيركوسيون وباسيست. تكون عرض حلو برشا، ندعو القليبية انهم يجيو يسمعوه فن اخر جديد. الغدوه عندنا نهار 28 سبت تكون سهره مع الفرقه الوطنيه بقياده المايسترو محمد الاسود، معاه محرزيه طويل ومحمد بن صالح في الغناء، ومعانا زوز ضيوف قليبيه اصرينا انهم يكونوا موجودين. ما تقوليش ناصر صمود؟ لا لا، ناصر صمود هذاك عنده حكايه اخرى وحده وحده، ونحبوه يكون ناصر صمود ضيف. لا ناصر صمود ضيفنا، ضيف شرفي ولد المنطقه، ولد تطعيم البرنامج بالديجان لكن حبينا فوالا دللنا على سي محمد الاسود وكل ان يكون موجود معاه سي وديع جنحاني قليبي، وهو معاهم في الدبلومي من القيم تاع الدخول في متناول 10 دنانير في متناول، هو عروض مدعمه، احنا جوست معناها 10 دنانير حاجه رمزيه جدا وما فيها حتى شيء. دونك ليلا قلنا حبينا محمد العكروت مجد العكروت الفائز في مهرجان منزل تميم، دونك الهوات هذا باش يكون موجود الليله معنا بعد يعني غدوه نهار يعني غدوه نهار الاحد. الاختتام سيكون مع عرض لمحرز بديع ابو حريزي عندها زاده هي جمهورها زاده كيف كيف حاجه اخرى حبيبي لا شونسون التيرناتيف وي فوالا وعندها جمهورها زاده هي. الحاجه الجميله الاخرى ان نخلي صادق يكمل يحكي عليها جوستومون. صادق شو نسالوا على معناتها لابور نتاعكم نحكيوا على الفنون الجميله في المهرجان هذا وانت من البوزار دكتور معناتها في جامعي في البوزار نابل، كيفاش باش تتدخلوا انتوما في المهرجان هذا باي عمل؟ جستمون هو توا تدخلي انا ربما في نقطتين، اول شيء ساعه مسؤوليتي في الهيئه كعضو كعضو وكنا بعضنا نخدموا في الهيئه ليل البرج المفتوحه، ثم في الفنون التشكيليه كما قلت في الصيف كان ثم برنامج معرض جماعي ومعرض مش كان الجهه برك مفتوح على غير قليبيا وغير نابل، ثم في البرنامج في اكتوبر ميوزيكال ثم ورشات للموسيقى في الناي مع سي محمد علي مع الاساتذه سي محمد علي وسي نبيل، ورشات في الناي والبيانو والكمانجا والايقاع، ثم رسم موجود ها باش نقول لا باش يجي في الورشات لا مي ثم ديزانترفونسيون ميوزيكال في الاحياء، دونك قليبيا باش تعيش الموسيقى في الاحياء ديزانستالاسيون في الاحياء مع الارتستيك، دونك تقول انت انترفونسيون ليبر في الميوزيك مع الشارج اللي هو ربما يكون دانس ربما يكون هنا الدعوه المفتوحه ليزارتيست بور لانه في الموسيقى في الفن التشكيلي فما ربط بين الفن التشكيلي والموسيقى، ما كنحكيو على البانتور ميوزيكال والسكولتور ميوزيكال وسير دونك تصير بيرفورمانس جوستومون باش تعملوا سيركوي معناتها يكون فما سيركوي في المدينه دي زاتولي معناتها ورشات مفتوحه في احياء قليبيا تقريبا خمسه احياء قليبيا خمسه مناطق اخترنا ان نغطيو خمسه ساحات مفتوحه تكون تغطي جغرافيا قليبيا مدينه قليبيا، يعني اخترنا مثلا اليوم الساحات شنو اليوم عندنا بير النحال اللي هو تحت البرج سفح البرج مكان هذا فيه فسيفساء جميله جدا لكني وقع فيها نقولوا احنا تلقى ديار وفما اشياء حبينا فوالا سي سا هذه بير النحال فيها باش تكون تخوب جماعه قاعدين يلعبوا واحد موسيقى باش تكون منظمه لما حاله من عندنا احنا لكن متعدي في الشارع باش تشوف جماعه فما انيماسيون في الشارع عندنا مثلا عندنا سيدي بن عيسى هذه معناتها منطقه قليبيه شرقيه عندنا باب بلاد اللي هي
وسط قليبيا يعني باب بلد عندنا حديقة المحطة وحديقة اللي يقولها سويد في وسط في شيرة أخرى. معناتها لو كانت حافل في قليبيا يوم السبت إن شاء الله ماضي ثلاثة يكون عندنا موسيقى في الشارع هذا تحت شعار معناتها الموسيقى للجميع ميوزيك بارتو إي بور توس عروض مجانية في الشارع يعني أنت ماشي تسمع موسيقى سبيع. تسمع قليبيا تلقى قليبيا فرحانة قليبيا هوني بربي نحب نحيي بلدية قليبيا اللي وقفت معانا واللي دعمتنا واللي معناها الحق ما كل شيء توا خليت الناس كل متدخلة بلدية نحب نشكر زادة كذلك الوكالة إحياء التراث اللي وقفت معانا بالقدا واقف معانا بالحق يعني المره الاولى مدينه شويه مستشهرين خواص يدخلوا معاكم زاده عندنا زاده كيف كيف مركز ثقافي دولي بالحمامات اللي هو واقف معانا زاده عندنا كذلك معهد الموسيقى معهد الموسيقى خاص الاطراف الكل موجوده معناتها باش نحب نحيي زاده كذلك العبدليه قصر الثقافه بالعبدليه نحيي مدام سيما صمود اللي زاده كيف كيف وقفت معانا مثلا عرض غدوه نتاع الفرقه الوطنيه هو يعني برمج كان في مركز ثقافي مركز ثقافي العبدليه نشكر مدام سيما صمود ذكرنا دونك في اس دي فوندردي سامدي ديمانش في قليبيا اسكو معناتها كاو توفى غادي ولا مازال معناتها دي في اس دي اخرين ان شاء الله مش يعملوا شاك ويكاند لا لا اما ما قلت شاك ويكاند انا ما على الاقل مره في الشهر هو اكتوبر ميوزيكال مش نعملوا في نوفمبر احنا عملنا اكتوبر ميوزيكال خلطنا على لانه وقع الاعلان عنه نهار 27 اوت على اكتوبر ميوزيكال يوم افتتحنا احنا برجنا ب 27 اوت كان افتتاح ليالي البرج قليبيا واعلن سيد الوزير انه باش يكون فما اكتوبر ميوزيكال يعني فتره تحضيرات يعني علاش ليبيتي اكتوبر ميوزيكال علاش ما نوصلش لا ان شاء الله بقدره ربي عندنا شهر التراث باش يكون موجود نعملوا لكن ما نجموش نعملوا في ديسمبر وجان في الدنيا بارده برشا والدنيا متعفو مطر ما نجموش نعملوا حاجه نحبوا التونس الخروج حتى في المطر نعملوه مش لازم في البرج نعملوه في مناطق اخرى ان شاء الله لكن نوعدوا انه فما في الربيع حاجه اخرى وفي الصيف ان شاء الله نبرمجوا ليالي برج قليبيا مره ثانيه جستمون هو كيستيون تاع البرج خاطر صارت برشا تساؤلات يعني علاش البرج ونحن ليالي البرج بدون ان نذكر او نسمي مهرجان او تظاهر الى اخره هو ليالي البرج البرج عاده في الوقت هذايا وفي الشتاء حتى نرجعوا له اخر ربيع ربما بعض الرحلات المدرسيه من داخل الجمهوريه باش تزوروا القليبي في قليبيا كما ذكرت مدام ميلا دونك تقريبا يصير ديزيكيليبر على مستوى الاكتيفيتي اللي في البلاد دونك يصير كونسنتراسيون في وسط البلاد وتقريبا كل جهه هذيك او البرج هكا نشوف بعيد مهجور دونك نحن هنا عندكم البلاس اللي تحت البرج قلتوا باش تعملوا فيها انيماسيون البلاس اللي تحت البرج مرهي بير النحال دونك البرج ثقافيا فقير البرج يعني نشوفه زائر يتفضل يدخل يدور السور ويخرج بينما انا خاطر عشنا الحكايه اكثر مع قرب وقت الزوار يجوا من داخل الجمهوريه ومن غيره كيف يسالوا شنو اللي ثم غير البرج غير السور غير كذا شنو تقولوا ايفينمون تيان تقول حاجه استكشاف معناتها بالنسبه لهم هما البرج في حله جديده في يغني البرج يحكي البرج يتكلم ثقافيا دونك ما عادش كل الجمود وكل الحركه دونك التظاهرات هذه اللي في اطار للبرج المفتوحه على مدار السنه رحنا في البدايه وتعرف اصعب الامور مبادئها دونك كل مره نخرجوا هالعقليه هذه نتاع الصيف دونك فما الخريف فما الانشطه الشتويه وربيعيه وديجا بدينا نبرمجوا ربما نخليوا شويه هكا سسبانس في البرامج دونك الون كان يعني سيتي حلوه باش تنشطوا قليبيا وتنشطوا قليبيا برك راهو حبيت نقراو الجهه الكل اي والكابون كل بيان سور يعني احنا مره اخرى في ليالي برج قليبيا جاونا رانا حتى من نعرف انه من بني خيار جات من الهواريه جات يعني اليوم تجيك مساج هذا مهرجان الحوت في بني خيار عندنا قرب المسرح عندك قليبيا سينما باهي الجو هذا باهي اليوم في الصباح جيني مساج معناتها تعليق في الفيسبوك يقول لي واحد صديق نسميه مثالش معناتها بالحق معناتها ماهوش اشهار ولا لا مش اشهار
شخص يطلعش اسمه في اشاعات مواطنين بالخارج يجاوبني من اللوطا يقول لي بارك البرافو ميرسي دا شنو غدوة جاي سبيسيالمون من بروكسل باش يحضر ايفينمون هذا سي بيان حاجه باهيه سي معز كردغلي بالله خلينا نحيوه معناتها بالحق معناتها وياخذ تذكره بالذمه وجايه باش نقول لك باش نعطي سبيسيالمون وعلاش ليه فما تصير توأمة بين بونتا لاريا وقليبيا علاش ليه اللي ربط اللي ربط هو الحقيقه القنوات هذا هذا انت توا حطيت معناتها نقطه في المساله فكره وبرا معناتها لا هي الفكره سيدي موجوده معنا حاضر دونك شوف تورد افكار وبرا الدرج هذا درة المتوسط او بمعنى انفتاح على المتوسط لونغ تيرم ربما نخدم باش يكون هو الفيل كوندكتور يربط بين جنوب الاوروبي والاسيا وربما شمال افريقيا والبلدان العربيه الى اخره باش يكون هذاك البرج اللي فما حركه فكريه وثقافيه يبعث ارساليات هكا ثقافيه في بقيه الافكار شكرا لك مدام ميلا سمود رئيس الهيئه المديره ومديره المهرجان شكرا لك وكيف كيف سي صدق بالتركية عضو الهيئه المديره شكرا لك بالله اخر تحيه الى الامن نحب نحيي الامن والحمايه المدنيه اللي فعلا واقفين معانا لانه مش ساهل ونحب ان الجيش التونسي زياده كذلك لانه الحصن قلعه برج يعني مش ساهل بالله نحب تحيه مني اكيد تامين وبارك الله فيك معنا الكل كابون كل وتويسه وسوسه وبنزرت والكل انت يمشيوا لقليبيا اليوم سبعة نتاع العشاء سبعة نتاع العشاء مرحبا بكم ومرحبا بك بي سي سفيان جاي لقليبيا سي رومان تاع وجيب يعطيكم الصحه باش نعمل غادي شكرا لكم شكرا لك سفيان ان شاء الله ربي يوفقكم وحاجه هايله وقليبيا تستاهل هكا وي. بدايه باهيه بقوه وانتم انتم الفنون الجميله سما قبل الفنون المستظرفه يكون حاجه حلوه مزيانه هكا بون بلون بي مع كل في الويكاند نقول لكم بون ويكاند وشي طيبه للجميع كاب اف ام الكلمه ليك